كتاب الله دستوري، كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا، عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا، تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا، وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا، تعالينا على الأحقاد مع المخطئ تسامحنا، تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميز.